أسعدتم متابعينا الكرام مرة أخرى ودائما من مزرعة البارودي للدجاج البياض لنتحدث في موضوع ذو أهمية كبيرة خصوصا في فصل الصيف، فالكثير من المتابعين يعانون من الإجهاد الحراري بالنسبة لقطع الدواجن، يتساءلون كيف يمكننا أن نتفادى الحرارة وموجة الحر في فصل الصيف. معنا السي عادل الذي سيقدم لنا بعض الإيضاحات انطلاقا من تجربته بمزرعته الخاصة. السي نبيل، بالنسبة للناس اللي تيشكوا من الحرارة، إذا كان عندهم المسرح يحاولوا يديروا لهم شي بلاصة مضللة شوية، يديروا شي باش شوية ديال القصب هكايا ويضلوهم، ويحاولوا يعطيو الماء جوج المرات حتى لثلاثة يبدلوا لهم، ما يخليولهمش في الشمس، يديروهم شي بلاصة مضللة ويعطيوهم جوج المرات ثلاثة يبدلوه في النهار، ما يخليوهش النهار كامل يكون سخون، ويحاولوا يمشيو هكايا للمارشي ديال الخضرة اللي تيبيع بالجملة، اللي عنده قطاع كبير ويشري لهم الخضرة. الخضرة كاع اللي لقاها تقريبا كيما تندير انا، الخضرة اللي تتكون قل من جوج دراهم تنشريها، الخضرة اللي تتباع بالخنشة تنشريها، اللي تتباع بالصندوق تنشريها، اللي طح عليا رخيصة وفاش نبغي نعطيها لهم عوض ما غادي نستهلك واحد 10 كيلو ديال العلف في النهار، غنولي نستهلك هي 5 كيلو ونعطي 5 كيلو ديال الخضرة، يعني ما غاديش نقول ديك الخضرة غادي نعطيها لهم زايدة، لا راه حتى هي غادي تنقص عليا في العلف. بالنسبه الى كانت الحراره بزاف، اعطيه مطيشه، اعطيه الفلفله، خيزو تيموتو عليه، كاع الخضره كامله اللي يلقاها رخيصه في المارشي يشريها ويجي يعطيها للقطيع ديالو. بالنسبه السي عادل، عند تجولنا في هذه المزرعه ما شاء الله لاحظنا وجود واحد المكان مخصص لانتاج الفصه، ف كيفاش هاد المادة وهاد المنتوج تعاون مزرعة البارودي في محاربة هاد الإيجاد الحراري؟ واش عندها شي دور؟ عندها شي دور باش تنحاربوا الجو الحار؟ وخويا نبيل، حنايا بالنسبة للفصة كيما حنا بالنسبة للدجاج راه بحال بنادم تيبغي شوية ديال الشلاطة في الصيف، هاكا حتى حنا دايرين لهم الفصة، تنعطيوها لهم في الصباح وتنعطيوها لهم في العشية، هاديك الفصة خضراء راه تياكلوها في الصباح وفي العشية، راه تيموتوا عليها الدجاج عندي أنا هنا في المزرعة، راه هاديك باش ناقص عليا شي شوية ديال العلف بحال هكايا على الفوائد ديال الفصة. اللي عنده شي مزرعة بحالنا هكا وكاين شي بلاصة اللي يزرع فيها الفصة يحاول يزرع لهم الفصة، يعاون راسو بالعلف، راه تقريبا غادي تنقص عليه واحد 40% ديال الاستهلاك ديال العلف. بالنسبه اللي عنده مساحه صافي يدير المسرح، يعزل المسرح بوحديتو ويعزل البلاصه اللي يدير فيها الفصه بوحدو، غادي تعاونو بزاف ان شاء الله، غادي تعاونو بزاف في العلف، غينقص عليه واحد 40% تقريبا ديال العلف. وعندها شي عندها تاثير على الانتاجيه بالنسبه للبيضه سي عادل؟ ما عندها لا، هي بالعكس هي غادي تزيد في الانتاج ديال البيض، سميتها هذه راه معروفه الفصه كاع تتعطى للغنم، تتعطى لكاع الحيوانات كامله، وكما تتشوف الدجاج هو راه تيموت عليها الفصه في الماكله ديالها، وحنا تنعطيوها لهم مره في الصباح ومره في العشيه. راه مولفينها عندي انا الدجاج هنايا في المزرعه، راه تقريبا تياكلها في الصباح وفي العشيه الفصه. تنحلو لهم مره مره تاكلوها، ولكن من الاحسن الواحد يحش لهم ما يخليهمش يرعاو فيها، يعزل المكان ويحش ليهم ويعطيهم هكايا كيما داير لي انا في المجاور، تياكلوها في المجاور.